من البدايات مروراً بالصراعات وصولاً للخلاصة، إيه الحكمة اللي طلع بيها دكتور مبروك عطية بعد اللي عدى بيه؟ والله هو صعب إنك تختاري حكمة واحدة، لكن في مجموعة من المعتقدات والحكم والعبارات اللي هي نتيجة استقراء الحياة والمجتمع والكتب وكل حاجة. فمن هذه الحكم: الوقت أنفس ما نملك. 2، الوقت لا يقاس بعقارب الساعة، وإنما يقاس بمدى أثره فينا. ومن كلمات الشائعة بين طلابي كلمة حلوة أو عجباني: رب لحظة تساوي 1000 عمر، ورب 1000 عمر لا تساوي لحظة. لحظة تعيشيها بمليون سنة، ومليون سنة لو كنا بزمن ملايين السنين ممكن ما يسويش لحظة. وهداني الله إلى تعريف الحب بأنه إحساس يجعلك تقبل على الحياة برغم ما فيها من مرارة لوجود حبيب فيها. أنا لي واحد يخليني أقبل على الدنيا برغم ما فيها من عوامل الطرد، إلا إني ما أقدرش أكره دنيا أنت فيها. إيه اللحظة التراجيدي اللي عدى بيها دكتور مبروك وما تخطهاش، ما زالت مأثرة فيه؟ مش هبالغ لما أقول هي اللحظة اللي مات فيها أبوي، وما أنه مات 74، وده لأن أنا كنت شايف هذا الرجل عليه رحمة الله هو الدنيا بكل ما فيها، وأفتقر إليه عقلا وحكمة ومنطقا وعقيدة ويقظة ومناما. وكما كان يقول الناس في النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أحد يراه يود أن يراه صائما إلا وجده، وما كان أحد يود أن يراه مفطرا إلا وجده. فهو كثير الصيام. أنا عمر ما شفت أبويا نايم، تعلمت منه اليقظة وأورثني الأرق. ما دام عنده حاجة ما ينامش أبدا. حضرتك متأثر بيه جدا في كل بنى شخصيتك. أوي. أمنية اتمنتها ما حققتهاش وفات أوانها، ما بقاش ينفع تتحقق. أنا أمي بس اللي ماتت سنة ما خدت الدكتوراه، سنة 88، وقالوا لها ادعي له بكرة هيتناقش في الدكتوراه. قالت لي: هي أمك هبلة، هو دخل طب؟ فهي فكر الدكتوراه يعني دكتورة طبية يعني. فكان منايا أن يشهد أبوايا مناقشة الدكتوراه بتاعتي ومناقشة الماجستير، زي أنا ما حضرت مناقشة ابن طه ومناقشة ابن حازم في الدكتوراه بتاع ده والدكتوراه بتاع ده. كان منايا ويبقى قاعد في مناقشتي وأستمد منه القوة والعزم وأكون سبب في أن أنا فرحته. يعني حاجة والله دي الأمنية الوحيدة.